مرحلة كورونا كاين كبت جنسي اللي هو الديفوالا وبان. أنا مع تنفيذ حكومة الإعدام. أعتقد أنه يجب تطبيق حكم الله فوق الأرض. أنا مع الإنسان إذا كان عنده واحد الدليل. عرف حيت كاينين دابا بزاف ديال الناس ولاو مرات جنسية. ما كرهتش أنا كيف ما كيديروا للناس يدار ليهم. أنا مع تنفيذ حكومة الإعدام. لأن التنفيذ ديال عقوبة الإعدام هو اللي كتكون هي رادع لعدم تكرار الجريمة. لأن تكرير الجريمة هو ما تيكونش عقوبه. انا ما كنساش عقوبه، عارف العقوبه اللي غتكون عقوبه ماشي غير سالبه للحريه. عندي مثلا 10 سنين، عندي 7 سنين، عندي 8 سنين، كنشجع واحد اخر باش يعاود يدير نفس الجرم. وكاين الجرم اللي كيولي يفوت الحد، يولي فيه التقطيع، يولي فيه التشويه واغتصاب، هنا مساله ولات خطيره، خاص رادع. مادام هذا المجرم هذا ما ردعوش الحبس وما ردعاتوش العقوبه الحبسيه الطويله المدى، خاصو يطبق عليه الحد. ممكن هذا الحد هذا يكون رادع، علاش ما نديروش التجربه هذه؟ انا مع الناس اللي تيقول لك احنا ضد الجريمه هذه، عطيوني البديل. مادام هذه الجريمه كتكرر مره وجوج وثلاثه واربعه، وهاد الناس يطبق عليهم الحبس، ماشي ما كيتشدوش، كيتشد لكن ما كتردعوش. عطيو الناس اللي ضد عقوبه الاعدام يعطوني البديل، لان اعز ما كيملك الانسان هو النفس ديالو. يعني انا كمجرم متابع في الحياه ديالي ومتابع ان حياتي غتمشي ليا مقابل الفعل داك الفعل الجرمي اللي درت، اوتوماتيكمون غنتخلع، غنخاف، يعني غنخاف من رد الفعل، لان رد الفعل قاصني هنايا مقاصني ماشي قاصني غير الحريه ديالي، هي الحياه ديالي. كتقاص الحياه ديالك كيولي ضروري انك عترجع الله. مجرم عيفكر، لان هنا كاين حياته قدام الحياه الاخر اللي اغتصبها هو. لكن احنا ولا كيضرب بينا مثلا في المغرب، اغتصب وعندك 3 شهور 6 شهور ديال الحبس، دير الاطفال في المغرب كمل فيهم اللي عجبك. مش مشكل دابا حنا قلنا حنا بغينا البلاد عندنا تتقدم، ناخذوا حنا القانون ديالنا كناخذوا من فرنسا، كناخذوا من بعض الدول. هو الدول هذه راه كتقوم بهذه المساله. الطفل خط احمر في اوروبا، حنا ما عندناش خط احمر. فيما يخص رايي الشخصي اعتقد انه يجب تطبيق حكم الله فوق الارض، يعني يجب تنفيذ حكم الاعدام في حق كل من ارتكب اي جريمه تستوجب تنفيذ عقوبه الاعدام. فان تطبيق هذه العقوبه ممكن انه تخلص من نسبة ديال الجرائم فيما يخص الجرائم ديال القتل. فيما يخص قضية ديال الإعدام ديال داك مغتصب ديال داك الطفل عدنان، بما أن تثبتت عليه القضية وتم اعترافات من طرف ديالو، من الأفضل يتم تنفيذ شي سونتونس شوية تنفيذ الإعدام جوستومون ديال هاد القضية هادي. هي واخا الصراحة أنه يدوز القانون كتبقى صعيبة، حيتاش صعيب تثبت تهمة خطيرة أصي باش تنفذ الاعدام. مثلا بحال الاغتصاب ولا هذا، لابد غيكونوا شي حالات تكون هاد البيرسون اللي غادي تعدم فيكتيم. ما الى وصلنا للمرحله فين المعتصب والقتال كيعترف بها اوفيرتومون وكيتحمل مسؤوليته ولا تثبتات عليه بشي دلائل مزيانين النيت، خاص غير يتنفذ الامر ديال الاعدام. كنحبد الالغاء ديالو، نظرا لان كاين الجانب القضائي بعض المرات كيكونوا الاثباتات، بعض المرات ما كتكونش. الا ما كانش الاثباتات هذا في صالح انه يكون الالغاء ديالو، ان كيكونوا تهم ملفقه. واخا يطبق ما غاديش يقلص منها، لان الجرائم مدى الحياه، ان الانسان موجود في الدنيا راه موجوده جرائم، ان الحالات اللي فيها الناس الحاله الماديه المزريه وتخليه انه يوقع في عده جرائم. انا مع بزاف الدراري تعرضوا للاغتصاب، فيهم كاينين عندنا خوتنا، عندنا كاينين ولادنا، كاينين ولاد عائلاتنا، كاينين دراري صغار بزاف يعني كيتعداو عليهم. خص يكون عبره، باش يكون عبره للناس الاخرين. انا معاه، هنا عدنان بداك الشكل البيش بحال دابا داك السيد، انا في نظري بدا كيستاهل الاعدام. هذا الحكم هذا غيتنفذ على واحد غيكون عبره لبزاف ديال الناس. تقريبا 30 سنه وهذا الموضوع كيطرح في بلادنا، وهو في الحقيقه حق دستوري ينص عليه روح الدستور، ان عقوبه الاعدام يجب ان تؤدي رسالتها. اليوم عقوبة الإعدام في المغرب لا تؤدي رسالتها، لأنها أولا لا ينفذ، ثانيا بما أن كما يقول المثل العصعص غاب عن الإنسان إلا أهمله. الإنسان إذا كان عنده واحد الديل مثله مثل باقي الحيوانات، ولما أهمل زال. اليوم عقوبة الإعدام يجب على مشرعينا ويجب على برلمانيين وعلى باحثين أن يتمعنوا في الأمر. لا بد من إحداث تغيير، فهو مطلوب اجتماعيا. نحن لا نرفض استمرار عقوبة الإعدام كنص مع الإبقاء الحالة على ما هي عليها عدم التنفيذ، ولكن ما ضرورة ذلك؟ أدعو إلى إزالة هذه العقوبة نهائيا من قانوننا الجنائي. هذه العقوبة في الحقيقة لم تكن تقابل هذا النوع من الجرائم، لأن هذا النوع من الجرائم مستحدثة. علينا أن نطور قوانيننا لنبحث عن عقوبات بديلة تناسب هذه الجرائم الفادحة، انتهاك حرمة الأطفال، انتهاء بقتلهم. في جرائم أكبر من الإعدام يجب أن تكون هناك عقوبات، أقسام من الإعدام، مثلاً إقصاء من المجتمع ككل دون الإعدام، الحرمان من الحقوق الوطنية.
إرمان من المميزات التي اكتسبها الشخص دون شرع، لأن نيته مبيتة في الإجرام، على الإقصاء من المزايا الاجتماعية التي كان يتمتع بها، إقصاؤه من عائلته أو عائلته تقصيه، عقوبة كثيرة بديلة يمكن تشريعها تنظيمها وتنسيقها بنص قانوني على أن يوافق عليها المجتمع. خويا أنا مع عقوبة الإعدام، عرفت حيت كاينين دابا بزاف ديال الناس ولاو مرات جنسية، شوف دابا ولد عنده 5 سنين ولا 3 سنين باش يفكر أنه يخطفوا ويغتصبوا ويقرضوا، راه هادشي ما يتقبلوش العقل. غادي تكون عقوبة الإعدام راه تعال شحال من واحد أو تقدر تخليه عبرة بزاف ديال المجرمين. هي علاش قلت لك خاص عقوبة الإعدام تكون عندنا في المغرب؟ راه فاش يسمعوا ان الواحد اللي كيدير مثلا بحال هكا وكيتعدم، الواحد على الاقل غادي يرجع شويه الله، هاي التردع. المشكله شكون اللي تيخطف ولدك؟ الاغلبيه المحيط ديالك. عقوبه الاعدام ماشي فريمون زعما اون بون سوليسيون، كيما دار ويكون قدام العالم باش تكون عبره للناس معاه، ولكن ما كرهتش انا كيف ما كيديروا للناس يدار ليهم. قبلت تنفيذ الاعدام، تمنوا ماشي حل. السلطات تحرك وتشوف شنو الناس باغيين، شنو لو مونك اللي عند الناس، شنو اللي كيدفعهم يدير هذا الشيء، باش اوما الا لقاو شي حل يمكن يقلص قبل ما نوصلوا حنا للعقوبه ديال الاعدام. جريمه عدنان اثارت الكثير من الامور اللي كانت مخفيه. اولا ولا الاقبال على ما بقاش ان تابو، ولا سي ان سوجي كون بو ديفوالي، ممكن اي واحد ممكن يهضر عليه ويخرج. بانت المناطق الجبليه والمناطق اللي هي مغبره عندنا في المغرب اللي بدات كتبان فيها هذه الامور، هذه الناس ولاو كيديفوالي ولا عندهم لوداس ان يخرج ويهضر على لاغريسيون اللي هي اغريسيون بعدا كتبدا باغريسيون مينور اللي غير معترف بها، لاغريسيون اللي كدوز عاديه فهمتي ما كنعطيوهاش اعتبار، اغريسيون كيكون دي بيتيت في ولا دي جون غارسون اللي كيبان عندهم بحال هكذا. اما باش وصلنا لمرحله القتل فهذه اقصى مرحله. اي انسان عنده حق في الحياه، داكور انا مع اي انسان عنده حق في الحياه، انا ماشي انا ضد عقوبه هذا نوع من الكبت، هذا مرض نفسي يعني، يقدر يكون نقص حتى مادي لان هذه الظاهره كثرات في مرحله كورونا. مرحله كورونا كاين كبت جنسي اللي هو ديفوالا وبان، كاين ضغط مادي اللي هو خلى لي بيرسون سون دوفوني تري اغريسيف، ما غيكونش اغريسيف تجاه ان ادولت مي بوتيت غيغلب على دري صغير او لا شي حاجه. دونك سي اون سورت داغريسيون، سي اون سورت ديال واحد لا كولير، واحد الغضب داخل اي واحد اللي كيتراديزا كل واحد سا مانيير اغريسيون دان انفون او اوتر. مي انا كنقول كل انسان عنده حق في الحياه، نشوفوا اصل المشكل شنو هو، فين كاين، نحاولوا نعالجوه، هادشي اللي كاين.